من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وخلال أعمال الدورة 61 للجنة المرأة، تم إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة، والتي بدأ تطبيقها بالفعل في البحرين منذ 10 سنوات كمبادرة لتمكين المرأة ودعمها اقتصاديا في مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما تقول السيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في البحرين، والتي تحدثت إليها هبة عبد الباقي وسألتها عن تفاصيل هذه الجائزة والمعايير التي تمنح على أساسها. هي تعتبر مبادرة وطنية بدأت قبل 10 سنوات وتوجهنا بها إلى المؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تشجيعهم وتحفيزهم على متابعة تقدم المرأة في مؤسساتهم. هي في نهاية الأمر تبقي المرأة في سوق العمل وتشجع هذه المؤسسات على إبقائها في مؤسساتها ومتابعة ترقيتها ومتابعة تقدمها والعمل على تدريبها ومراعاة جوانب تخص المرأة على وجه التحديد، على اعتبار أن المرأة تمر بظروف لها علاقة بالإنجاب ورعاية الأطفال. والجائزة أيضا لا تكتفي بأن تحصر المرأة في هذا الدور، وإنما تحاول أن تشجع أيضا الرجل كأب بأن يقوم بمسؤوليات المشتركة. فدائما الجائزة تبحث عن مبادرات مختلفة ومتميزة في مجال تقديم خدمات مساندة تراعي هذه المسؤولية المشتركة بين المرأة والرجل في رعاية أبنائهم، وبالتالي بقائهم في سوق العمل أطول وقت ممكن. سيدة هالة، يعني هذه الجائزة في البحرين يتم منحها كما ذكرتي منذ نحو 10 سنوات، ولكن النسخة الدولية التي تم إطلاقها لمن تمنح تحديدا، وما هي الآليات أو المعايير التي تمنح على أساسها؟ طبعا الجائزة كونها انتقلت من الحيز الوطني إلى المجال العالمي كان لابد أيضا من العمل على صياغتها بطريقة تتناسب مع المعايير الدولية في هذا المجال. وجدنا بأن مثل هذه المبادرة التي تعمل على تشجيع المؤسسات على إبقاء المرأة في سوق العمل ممكن أن يتم اقتراحها وتقديمها إلى المجتمع الدولي، وراعينا تطويرها فيما يتعلق بتوسيع مظلة الاستفادة منها. هي الآن ليست مقتصرة على مؤسسات حكومية أو مؤسسات قطاع خاص، وإنما تشجع أيضا مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الفردية، دعم الأبحاث والدراسات التي تخص المرأة. أيضا هناك معيار أساسي الذي يراعي قدرة هذه المؤسسات على تمويل أبحاث تخص المرأة وتهم حضورها في مجال سوق العمل. أخيرا سيدة هالة، يعني البحرين عضو في لجنة تمكين المرأة في الأمم المتحدة للسنوات الأربع القادمة، وكذلك عضو في المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للسنتين القادمتين. هل هناك استراتيجية معينة من قبل المجلس الأعلى للمرأة في البحرين يسعى لتنفيذها خلال هذه الفترة؟ طبعا تقديم المبادرات هذه واحدة من الأوجه التي وضعتها البحرين من أجل التعاطي مع هذه العضوية ودعم تلك المؤسسات على مستوى تمكين المرأة. يعني اليوم تم توقيع مذكرة تفاهم رخمة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. أول المشاريع التي سنقوم بتنفيذها هي التعاون في إدارة وتنفيذ جائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة. فاليوم UN Women تقوم بإدارة هذه الجائزة. أولا نساند التوجهات الدولية على مستوى تمكين المرأة بشكل عام، سنعمل جاهدين أولا لنقل التجارب المحلية العربية للعالمية، وإن شاء الله البحرين تقدر من خلال عضويتها تدعم قضايا المرأة العربية في مثل هذه اللجان أو هذه المكاتب التنفيذية. هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة البحرينية، متحدثة إلى الزميلة هبة عبد الباقي.